السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات ملعب اليوم زي ما عودينكم كل يوم. والحقيقه يعني دي لقطات خاصه جدا من النهارده، توقيع الكابتن حسام حسن لنادي الاتحاد السكندري والكابتن مريم حسن وجهازهم الفني رسميا التوام، يوقع لنادي الاتحاد السكندري لمده عام. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه. وكان معانا لقطات خاصه جدا زي ما انتم كنتوا شايفين، وكان معانا توقيع التوأم مع الدكتور محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد بالكامل. الحقيقة الناس كانت موجودة، يعني واضح أن الدوري ابتدى يسخن، مش بس ابتدى يسخن باللاعبين، ابتدى كمان يسخن بالأسامي المديرين الفنيين. أكبر دوري حصل في التاريخ في عدد تغيير المديرين الفنيين حتى الآن.